دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على اخبار الطقس والمرور في القاهره والمحافظات. دينا صباح الخير عليكي. صباح الخير يا جمانه. صباح الخير يا شاذلي. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. فعلا احنا لاحظين في انخفاض في درجات الحراره ملحوظ بقالنا كذا يوم. صحيح. بنتمنى بقى انه يستمر معانا. كان في امطار خفيفه امبارح كمان. كانت جميله جدا. كان مصر كلها كانت سعيده بالامطار دي. بس خلوني اصبح على حضراتكم نستعرض معاكم بعض احوال المرور في البدايه من مناطق مختلفه من مصر. هنبدأ معاكم بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات نسبية. نروح عند كوبري الجلاء، هناك هنلاقي في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. وعند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري كذلك الأمر أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات. ونروح معاكم للجيزة ونستعرض هناك الحالة المرورية وخاصة شارع فيصل اللي بيشهد كثافات مرورية. في شارع الهرم الرئيسي كمان بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. طريق المحور بيشهد كثافات بسيطة قبل محور ميدان لبنان. أما المتجه إلى كوبري أكتوبر أو إلى أكتوبر في سيولة مرورية. خلونا نروح كمان لمحافظة أسيوط. قدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. ونكمل جولتنا ونروح الإسماعيلية. ولو بدأنا من الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. نشاط الرياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد. بالنسبة للأمطار في النهاردة فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري. وفي كمان فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على شمال الوجه البحري. كمان في أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة. فرص أمطار خفيفة تكون رعدية على جنوب الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35 وأقل درجة حرارة في السلوم 24 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني أرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة علشان نبدأ معاكم في قناة صباحية مصر. شكرا جزيلا.